السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على النجم المغربي بلال خنوس والرقم المميز لهذا اللعاب في الجولة 11 من الدور، يعني الدور البلجيكي، وين ارسي سجل يعني لعاب كبير، لعاب يعني هذا بالك اول مره لعاب صغير في مع المغرب يلعب كوب دي موند، لعب الماتش دو كلاسمون ودخل لعب، هذه هي لعاب كبير، هذا لعاب يعني عنده مستويات تاعو. انا كنا نقولوا لامين جمال، هذاك لامين جمال تما ولينا نطيحوا بهذا. هذا بلال خنوس اللي راه بلال خنوس يعني عنده واحد الدخلات تاع واحد الدخلات عنده ومين يعطيك باس، لعاب هذا كيبدلك الباس على بالك باللي تحسب باللي عنده لي تروبيزير، راه يجري هاك يضربها هاك، هو هذه الدونجي فيه، راه يجري يضربها مورا، هذا غادي على بالك باللي شنو غادي يدير. خلينا من الكوب دافريك، كوب دافريك المغرب غادي تديها من التالي كاع. هذا نقول لكم وين غادي نقار عليه، والله يجعل ربي يطول لي عمري. راني قار على نقول لكم فاش راني قار على الاولمبياد اللي غادي يديروا في الصيف في باريس، وراني قار على كوب دافريك غادي يكون صايك يكون زج ناضج ناضج ناضج، تكون حباكه طايبه هكا، حبه برقوق تاع زوج خدود تكون طايبه. انا نقول لك غادي تكون زعما 2025 كوب دافريك، غادي تشوفو العجب، غادي تجي مطرقة، أندية تكون شوف يكونو لاعبين يكونو غادي تجي مطرقة. وين تحصل الدولي المغربي بلال خنوس متوسط ميدان جيناك مع التنقيط الأعلى في المباراة التي فاز بها فريقه على ضيفه يعني بأربع أهداف لصفر لحساب الجولة 11 من الدور البلجيكي الممتاز، سجل منها بلال هدف الثالث في الدقيقة 75، وتمكن خنوس الذي يعد أصغر لاعب في المنتخب المغربي 19 سنة من فرض سيطرته على وسط الميدان كصانع ألعاب عصري يربط بين الخط الوسط والهجوم، بتقديم تمريرات يعني سحرية مفتاحية شكلت خطورة كبيرة على الفريق المنافس. 19 عام كنت تشوفوا نهار الكوت ديفوار دقائق التوالى، روحوا شوفوا دقائق التوالى كونت الكوت ديفوار، وماذا بكم ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا الفيديو. دقائق التوالى كونت الكوت ديفوار تاع اللي دخل بها بينيترا بها، وكانت بيناتي ما طاهلناش الاربيتا، والله لا كانت بيناتي، الاربيت ما بغاش يخسر على داني مينيت، ما بغاش يحط بيناتي، هي نورمالمون وقعت بيناتي. وتمكن خنوس الذي يعد اصغر لاعب في المنتخب المغربي 19 سنة من فرض سيطرته على وسط الميدان كصانع العاب عصري يربط بين الخط الوسط والهجوم بتقديم يعني تمريرات مفتاحية شكلت خطورة كبيرة على فريق الخصم. ومنحت منصة سوبر سكور للإحصائيات خنوس تنقيط 8.7 من 10 درجات كأفضل لاعب تقييم في المباراة، ويعد هدف خنوس في مرمى يعني الخصم الثالث له هذا الموسم، وعلم أنه لم يسجل في الموسم الماضي سوى هدف واحد، ما يظهر تطور حصيلته التهديفية مقارنة بأول موسم له ضمن الكبار نادي جيناك قادما من فئة شباب تحت 18 سنة. ويشير إلى أن الخنوس أصغر لاعب عربي يشارك في نهائيات كأس العالم من ينافس على جائزة الفتى الذهبي يعني الجائزة للعام السنة الجارية، يعني حيث يوجد في اللائحة النهائية بجانب التركي أردو لاعب ريال مدريد الإسباني وكرواتي مارتين لاعب دينامو زاغريب البرتغالي وجو نيفاز لاعب بنفيكا والإسباني لامين جمال لاعب برشلونة. بصح هو لعب كوب دي موند، هو وين مليح بلال خنوس، لعب كوب دي موند بلال خنوس.
او لعب كوب دي موند على ديك مليح. زياش ولا الله طيب زياش ولا يواصل النجم المغربي حكيم زياش خوض تدريبات جماعية مع فريقه غلطة سراي، ويبدو أنه تعافى بشكل كلي من الإصابة التي كان يعاني منها منذ شهر. وشارك زياش في حصة جماعية ليوم الأحد، وبدأ في كامل جاهزيته قبل يومين من المباراة القوية التي يلاقي فيها غلطة سراي ضيفه بايرن ميونخ الألماني في الدور أبطال أوروبا. وكان البالغ من العمر 30 سنة زياش قد أصيب يوم 23 سبتمبر الماضي ضد إسطنبول باشكا شاهير في الدور التركي، وغاب عن إثرها عن 5 مباريات لفريقه إضافة إلى مبارتين مع المنتخب المغربي. ومن المنتظر أن يخوض زياش تمارين أخيرة قبل الاثنين، حينما سيقف المدرب الفريق التركي على مدى جاهزيته للمشاركة أمام بايرن ميونخ. لا يجعل يلعب هو تعدو البارتيات على بالك، زياش تعدو البارتيات. أنا أقول لكم أسماء حاجة كبيرة، لا زياش حاجة كبيرة. شو بير موزمبيق غادي تلعب لنا في المغرب، الله يسهلونا على صاحبي. أنا مين تقول لي بلي موزمبيق غادي تلعب في المغرب؟ ها مازال بينا غير هنا دي بلاص مخير ما نروحو هنا طرق قندهار مالك، مازال بيك حتى لهنا والجو كيف كيف كلش. لا وخير ها مالك، هاي كبيرة اللي هنا خير يا لا سبحان الله. أو لا يلبو في المغرب ها صح يلبو، معليش على عيب ولا العيب. ودي واه الراديو واربح ودي يا ها ودي ربحنا 3-2 على بالنا الراجل ربح على بالي بها. صعب عليك ميزامبية تفوق على الترجي وخسروا، هذي مشي سهلة. الناس طورت لي زافريكا قاعد طوروا بعد يحزروهم ولا طوروا. ودي دقيقة الأولى مارك هذاك اللاعب زيد دو ميسيس هاودي غادي اللعاب هذا لعاب كبير بلا شوف بلا الخلوش غادي تكون عنده قيمة كبيرة من القدام. أنا نقول لكم بلا الخلوش غادي تكون عنده كبيرة. خلط على ذاك تاع نيمار لي تبليسه تشكرة تاع دراهم.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله ديما معكم بجديد. اللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا.